نسخة جديدة من منتدى الصناعات الزراعية والغذائية التي تنظمه جمعية الطلبة المهندسين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موعد سنوي يجمع بين المهنيين والطلبة من أجل التداول بشأن التحديات التي تواجه التحويل الصناعي وتسويق المنتجات الزراعية في المغرب وأهم مرتكزات مخطط الجيل الأخضر. هذا الملتقى هو واحد تجمع ما بين الطلبة المهندسين والخريجين، الهدف ديالو هو أنه الطلبة المهندسين يقدروا أنهم يكتشفوا العالم المهني، يعرفوا التغيرات اللي كيطروا فيه وبهذا يواكبوا هذا التطور. هذه النسخة كانت نسخة مختلفة، حاولنا أننا ننظموها على شكل إبغيد باش هكا نقدروا نحترموا الإجراءات الاحترازية. هاد الأهمية ديال اللقاء معروفة، عندنا المخطط الأخضر الأول كان تم بالأخص بالإنتاج الفلاحي، جاء المخطط الأخضر الثاني، جاء الثاني تم اهتم بالإنتاج الفلاحي ولكن تحول المواد الفلاحية، ودابا جاينا هاد جرين جينيريشن اللي غادي تهم اكثر سميتو بالانتاج ومي بالتسويق. المشاركون اكدوا خلال هذا المنتدى على ان قطاع الزراعه وما يرتبط به من صناعات غذائيه لم يتاثر بشكل كبير خلال جائحه كورونا، تمكن المغرب من ضمان تموين عادي ومنتظم للاسواق بالمواد الغذائيه المصنعه طيله هذه الفتره. القطاع ابان عن اداء جيد خلال هذه الجائحه من خلال توفير المواد الغذائيه في مختلف الاسواق وفي مختلف على طول المده اللي عرفت بعض القطاعات الاخرى عده اشكاليات، فالقطاع الصناعات الغذائيه ابان عن اداء جيد وهذا اللي كنناقشوه اليوم. دونك شنو هما الاسباب ولا بفضل الاستراتيجيات وكذلك بفضل الاجراءات اللي اتخذت على مستوى الشركات وعلى مستوى اكبر في القطاع الاستراتيجي وكذلك التنظيمي. قطاع الصناعة الغذائية يلعب دورا هاما من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ويحتل مكانا بارزا بالنسبة إلى قطاع الصناعات التحويلية، سواء تعلق الأمر بالتشغيل أو القيمة المضافة أو المستثمرين. مخطط الجيل الأخضر من شأنه المساهمة في تنمية القطاع لتعزيز استثماراته في المستقبل.